طبعا انا كنت الفئه معينه من جمهور النادي الاهلي لعيب خاين. انا كنت ببقى ماشي خايف. في حاجه بتحصل معاك بتخلي غصب عنك تغير انتمائك، ولكن طبعا محدش بيعيش كواليس غيرك انت. طارق السعيد راجل اتولد اهلاوي، الظروف خلته يلعب في الزمالك، ومن هنا يمكن اتحول انتمائه لزملكاوي. طيب الظروف دي نفسها خلته يروح الاهلي، فيا ترى رجع اهلاوي ولا فضل محسوب كايقونه زملكاويه بتلعب في الاهلي؟ طارق السعيد نموذج ضمن نماذج كتير قوي على مدار التاريخ كتبوا القصة، من أول حسين حجازي سنة 1923 والحد كهربا، حكاية اللعب للقطبي. أنا يعني زملكاوي. قبل ما ألعب سواء للأهلي أو الزمالك كنت اهلاوي. انا طبعا زملكاوي والناس كلها عارفه ان انا زملكاوي. اي نعم كنت بلعب في الاهلي بس هم عارفين ان انا زملكاوي من صغري. فوالدتي كانت عامله لي فلينه بيضه العب بيها، وحاطه وعاملين رقم 14 حسن شحاته. كل يوم جمعه انزل العب برقم 14 كابتن حسن شحاته، والجمعه اللي بعديها اشيل له الرقم 1 انزل العب برقم فاروق جعفر 4. حاليا زملكاوي. ممكن وانا كنت بلعب وانا صغير كان العيله كلها فيها كتير اهلاويه، بما ان انا كنت بلعب في النادي الاهلي وكان هم ورايا بقى وشجعوني والكلام ده كله. انا طبعا ولادي وكده وعيلتي كلهم اهلاويه حتى وقتنا بقى هذا، يعني من ساعه ما رحت الزمالك حتى وقتنا هذا هم زملكاويه وشجعوني جدا جدا جدا. يعني عندي عم واحد بس، عمي الكبير هو اللي زملكاوي وكان زعل جدا اللي انا مشيت، وعاد يشتمني على فكره. ما تقدرش تتحكم في قلبك، هو اهلاوي بس بيلعب في الزمالك او زملكاوي بس موجود في الاهلي. كان بيعمل ايه؟ نادر السيد مثلا من رموز الزمالك. تخيل معايا وهو في الاهلي لما كان بيروح البيت ويفتح التلفزيون فيلاقي الزمالك بيلعب، كان بيبقى نفسه يحصل ايه؟ لما باجي اتفرج على الزمالك مع فريق تاني او بيلعب في افريقيا او كده، لان انا في الاخر حاسس احساس المشجع للزمالك ده ما كانش بيأثر على، وبكررها تاني، على مهنيتي ولا احترافيتي، انما اكيد لما بشوف الزمالك بيلعب ماتش احب ان الزمالك يكسب. يعني هكدب عليك لو قلت لك انا كنت بشجع الزمالك، الموضوع كان صعب عليا، بس انت والماتش شغال عايز النادي الاهلي يكسب وانا ناشئ. بس بعد الماتش بيجي لك بقى الاحساس الانتماء بتاعك وحبك للنادي الزمالك، كان حتى في اخويا والدي الله يرحمه، قرار صعب جدا جدا وانت عايز عيله زملكاويه. انا بقى النادي الاهلي لما بكسب انا اطلع فريق اول والنادي بيزيد بطولاته ويوصلنا نظره تانية خالص وبيديك مكافئات والكلام ده كله. احنا كنا ناخد دوري ناخد مبلغ 3000 جنيه 7 5 ما بتزيدش عن 7، ناخد كاس ناخد 3 4، فانت كنت لازم تلعب وتكسب دوري علشان ايه؟ علشان تاخد فلوس. ما انت ما كنتش فلوس الا ايه، المكافاه 100 جنيه، الراتب في النادي الاهلي كان 120. فانت دلوقتي عايز تكسب عشان تاخد فلوس، فبتتمنى ان المنافس يخسر. فكان الزمالك لما بيكسب كنت بقول يعني يا رب يتعادل على الاقل عشان ايه؟ عشان نكسب الدوري وعشان اخد فلوس. لما مشيت من نادي الزمالك مش ما بقتش لا اهلاوي ولا زملكاوي، انا بحب نادي الزمالك جدا زي ما قلت لك، لان هو اخر حاجه انا سايبها. ورغم ان كلهم كانوا في نظر جمهورهم الاصلي خاينين، كل انتقال حصل بين الاهلي والزمالك كان ليه قصه ما يعرفهاش كامله غير صاحبها. مش خيانه، لان انا اتنقلت للاهلي بعد اكتر من 8 سنين من ان انا من الزمالك. يعني في فتره انا ما روحتش من الزمالك للاهلي، او الزمالك ما كانش عارض عليا وان انا استمر مع الزمالك وبعد كده سبته ورحت الاهلي. يعني الموضوع تماما كان مشوار احترافي. من 98 انا بدات المشوار الاحترافي بتاعي، فانا الحقيقه في كل محطات حياتي معترف قدام نفسي، او انا عارف كويس قوي ان الزمالك ليه مكانه كبيره جدا جوايا، لان هو بيتي، يعني هو نادي او مكان اللي في القلب يعني. انما وجودي في الاهلي وقتها اكيد في بعض الناس ممكن تكون زعلت، ممكن بعض الناس اتضايقت، ممكن بعض الناس شايفه ان انا كان ليا جزء كبير جدا من تاريخ الزمالك وبطولاته وما زلت بفتخر بيه جدا. انما ده مش احترافيه، لان هي بس، لان خد بالك عرض الاهلي نفسه المادي كان اقل حتى من عرض المصري. ما كانش الموضوع مادي، الموضوع هو انهي طريق هيقربني اكتر للمنتخب. في منهم اللي ما كانش عنده اختيار. حصل لي اصابه كبيره جدا في الملعب في تمرينه، عملت عمليه خدت فيها 6 مصابير بلاتين، خدت فيها شريحه طولها 16 سنتي، خدت حوالي 36 غرزه في رجليا. رحت قعدت سنه كامله بمشي على عكازات وعلى
كرسي متحرك. رحت للدكتور الاول عايز اشيل المسامير، قال لي ماشي هتروح مستشفى كذا، هتسيب مقدم وتدخل المستشفى وانا هجي لك بتاني يوم هعمل لك العمليه اشيل لك المسامير وان شاء الله هترجع زي الفل. فما كانش معايا فلوس المقدم ده، فروحت النادي الاهلي وقعدت مع مدير الكره ساعتها، قلت له يا كابتن انا محتاج مبلغ قد كده احطه، مبلغ كان صغير جدا، احطه في المستشفى عشان اخش اطلع المسامير واعيد تاني بقى حياتي الكرويه تاني او ابقى انسان عادي، يعني مش قادر استحمل المسامير بدات تحك في جلدي. فقال لي كلام هو ده اللي خلاني احس النادي الاهلي رماني رميه وحشه جدا، قال لي احنا المهم احنا اصلا مش عايزينك، فانت مش هنقدر نديك فلوس. امتى نديك فلوس؟ شرط واحد عشان نديك فلوس، تقول تحت امرك، انا مش قادر في اي شرط انا موافق عليه. قال لي نعمل لك ماتش اعتزال، كان عندي 24 سنه ساعتها. قلت له حلو اعمل ماتش اعتزال. قال لي بس في شرط بعد ماتش الاعتزال. قلت له ايه؟ قال لي ما تاخدش فلوسك الا بعد سنتين. رحت قايم وماشي، بس بعد ما مشيت ما دخلتوش، قعدت مثلا مده طويله جدا ما ادخلش النادي الاهلي. في منهم اللي اختار بنفسه يغير طريقه. انا يمكن اكتر ناشئ سمع في مصر في يعني في الفتره اخر 20 30 سنه يعني، فانا كانت احلامي كلها بتتصب جوه النادي الاهلي، ان انا هبقى مهاجم النادي الاهلي خلفا مثلا لمتعب. انما لما جيت اوصل لمرحله الفريق الاول كان في مدير فني مانويل جوزيه طبعا ما بيعتمدش بشكل كبير على الناشئين ومش هيديني فرصتي من الاخر يعني. ساعتها في الناشئين كنا بنمضي عقد كان بيبقى مدته 3 سنين، مضيت العقد وانا عندي 17 سنه، خلص لما كملت ال 20 سنه. وفي مرحله فالمرحله دي كان النادي الاهلي عايز يجدد معانا العقد، وكان طبعا العقد هيبقى بمبلغ رمزي يعني. في الفتره دي كان نادي الزمالك عارف ان انا عايز امشي من النادي الاهلي بالصدفه يعني، كان احمد مجدي زميلي كان زميلي في النادي الاهلي وكان سافر راح اليونان ورجع على نادي الزمالك، فلقيته بيكلمني بيقول لي الناس في نادي الزمالك عايزينك تبقى موجود مع الفريق الاول. مضينا على العقد وساعتها حصلت بقى المشكله الكبيره ان النادي الاهلي قال يعني، كان ساعتها المدير الفني للفريق اللي في الناشئين والمدير الاداري كانوا مضوا عقد مكاني، كتبوا اسمي وملوا الاستمارات القيد وكده باسمي وانا ومضوا عليها، واتقال لمجلس الاداره في النادي الاهلي ان انا اللي ماضي على الحاجه. طبعا ده كان يعني عشان نوع من حفظ ماء الوجه ليهم، وفي نفس الوقت لا المدير الفني ولا الاداري ولا اي حد كان يتوقع ان ممكن حاجه زي كده تحصل مني، يعني ان انا فجاه بين يوم وليله ابقى في نادي الزمالك. النادي الاهلي عنده يعني سيستم معين، يا انا ما فيش يعني، النادي الاهلي اللي يعمل او هو اللي عاوزه هو يعمله، يا اما انت مالكش اي دور او مالكش اي قرار او راي في اللي بيحصل. فاحنا صغيرين بدات اروح منتخبات ناشئين وشباب، وجالي عروض احتراف بره في الدورات اللي كنا بنلعبها مع المنتخبات. مش عروض كبيره قوي بس كانت عروض. كنت اول حاجه مثلا ما كنتش بعرف العروض دي، بعرفها بعد ما الموضوع ينتهي تماما او يترفض، لان الباشمهندس عادل القيعي كان ساعتها شغال في اتحاد الكوره، فهو كان مشرف على المنتخب بتاعنا. دي واحد. اتنين، اما طلعنا فريق اول في النادي الاهلي بيجي يعرض عليك عرض، مثلا انت عاوز تبقى المفروض تعمل عقد في النادي 5 سنين، كان معروض علينا ساعتها 12000 جنيه في السنه. فطبعا بالنسبه لنا كنا داخلين على فترات لحد 16 سنه، فبتبدا حياتك، فاوريدي المبلغ عشان تمضي 5 سنين وانت ما بتلعبش في النادي الاهلي او مش موجود، بتتمرن فريق اول بس ما بتلعبش، فاوريدي هيبداوا عاوزين يطلعوك فين؟ اعارات، والاعارات دي بتبقى موجهه، يعني مثلا ممكن يجيلك اعاره كويسه في نادي كويس لا ما يتوافقش بيها، يجيلك الاعاره هم النادي الاهلي اللي هو اللي عاوزها، يا اما تروح يا اما هتقعد مش هتعمل اي حاجه. لما جيت اسافر اليونان وطلع الموضوع اللي انا هربت والكلام ده كله، الموضوع ده مش يعني تماما غلط، انا واخد جواب من باشمهندس عادل القيعي وكابتن حسام بدري بالموافقه ان انا اطلع ان انا اسافر احترف والكلام ده كله. فبس لما رحت احترفت ما رجعتش تاني، لان اوريدي انا هاوي، فحبيت ان انا ارجع ابقى ضامن ان انا العب. وساعتها لما كنت راجع كان سالوا شيكابالا يعني على مستواي في اليونان، وما كانش شيكابالا كان بيلعب مع منتخب اولمبي ومنتخب ناشئين، وسالوا مستر فنجاده اللي كان ماسك في المنتخب الاولمبي، فهو الراجل قال لهم ان الراجل ده هيبقى من احسن اللعيبه بتاعه وسط الملعب في مصر، فكانوا متمسكين بيا ان انا يجيبوني. النادي الاهلي اعرض عشان الزمالك ممكن دخل او عاوز يرجعني من اليونان، بس ما كنتش ضامن اللعب في النادي الاهلي زي ما انا ضمنت في الزمالك. ويمكن في منهم اللي ندم على قراره. بالتاكيد اتضايقت، مش هقول لك انا ملاك يعني وما اتضايقتش، كنت متضايق جدا جدا جدا، انما في الاهلي ما كانش تجربه يعني، انا شايف ان ما كانش تجربه سابت طبعا مش ضغينه، سابت ضيق بالنسبه لي ان انا كنت رايح عشان حاجه معينه وما قدرتش احققها، مش ما قدرتش احققها، مش بارادتي ان انا العب منتخب مصر، هو ده كان الوجع الحقيقي يعني. لكن الاكيد
إن في منهم اللي نجح نجاح يمكن يكون خلى فريقه الأولاني يعيش واحدة من أكبر قصص الندم. لا بص، يمكن أنا في الزمالك اتعرضت لظروف يعني كانت قاسية شوية، بس أنا كنت مراعي الحتة دي عشان أنت رايح النادي المنافس للفريق. اتعرضت لحاجات كتير بقى، كنت بروح الساعة 5 الصبح و 6 الصبح أتمرن، وعارف بقى حاجات اللي هي إيه، زهق يعني، أنا بزهقك بقى طالما أنت مش عايز تقعد معايا خلاص، وعرفوا اللي أنا خلاص مضيت. فالناس كانت بتتعامل معاك مش باحترافية يعني شوية. أولا بقى مش هلعبك، هتتشتم، الجمهور هيهينك، حط بقى تحتها 100 خط. شفت حاجات صعبة جدا يعني، لدرجة ان انا ما كنتش بلعب في افريقيا، وكانت الفترة دي ما كانوش بيلعبوني يعني بشكل اساسي، لعبوني في مباراة معينة دقيقة واحدة عشان يضيع عليا افريقيا النادي الاهلي. اي حد بيجي جديد في النادي الاهلي لازم كان يخش المستر مانويل يعمل معاه زي اجتماع صغير كده، يديله الدافع الاول ويتكلم معاه. اول يوم ليا في النادي الاهلي دخلت وقعد معايا، قال لي، هو اللي كان طالبني على فكره بالاسم، وقال لهم اتعاقدوا مع عينه انا عايزه، قال لي احنا عارفين كل اللي انت تعرضت له، والفتره اللي فاتت دي كانت طبعا الجرايد والنادي الاهلي وكل الناس عارفه، والجمهور كان عارف انا كنت يعني كان بيجرى لي ايه. النقطه اللي انا بقول لك عليها، قال لي احنا عارفين موضوع افريقيا ده، وقال لي انا بحترمك رغم اللي انت مش تلعب معايا، قال لي انا بحترمك اللي انت لعبت. وعشان على قد اهميته وغلاوته بتتحول المشاعر للنقيض، انتقال لاعب للغريم هيخليه طبعا العدو الاول للجمهور، ولو حظ وحش الموضوع ممكن يوصل لتهديدات. جالي كان رسائل كتير على الموبايل ممكن يبقى فيها اعتداءات وبتاع وكده، بس انا ما كنتش بركز في الحاجات دي يعني، فاهم؟ سبت فريقك او سبوك في اول مواجهه، مش بس بيبقى كل تفكيرك تثبت انك كنت صح، ولا انهم يثبتوا انهم بقوا احسن من غيرك، اكيد بيبقى في مشاعر اغرب واصعب من كده. جابريال باتيستوتا عملوه كاله في فلورنسا بعد سنين كان فيها اسطوره فيورنتينا، راح روما وفي اول ماتش قدامهم جاب جول في اخر 5 دقايق وكسب فريقه. تفتكروا حس وقتها بفرحه ولا حزن؟ نجومنا كمان ليهم قصص في اول مواجهه، منهم اللي انتصر وبقى ملك متوج في بيته الجديد، ومنهم اللي قال لنفسه انا ازاي وصلت لهنا. اول يوم ليا في نادي الزمالك ده احلى يوم من احلى ايام حياتي يعني، زي البنت مثلا اللي خارجه من بيت باباها رايحه بيت جوزها يعني، انت فاهم قصدي؟ طول عمرك بتربي جوه مكان، فجاه تروح مكان فانت مش عارف الانطباعات هتبقى ايه، انما اللي شفته ساعتها بصراحه كان غريب يعني. اليوم ده كان في ماتش ودي في استاد حلمي زموره، وكان الاستاد مليان متقفل. اول ما دخلت الاستاد الجمهور نادى عليا كاني لعيب كبير في الفرقه. اول ماتش طبعا زي ما بقول كده، كابتن ابو رجيله قال ان انا هلاعب جمال عشان حافظ لعبه الاهلي، وطبعا نجم كبير ولعب ماتشات اهلي وزمالك كتير، فهيبقى مش مخدود من تعرف كان بيجي لنا 60-70 ألف متفرج. بص، دي اسوأ مباراه شفتها يعني عملتها في حياتي، اسوأ مباراه عملتها في حياتي. ممكن حطيت نفسي تحت ضغط كبير، اللي انت بقى راجع تلعب النادي الاهلي، ولازم تظهر للناس، ولازم مش عارف ايه وايه وايه والكلام ده كله. اسوأ مباراه عملتها في حياتي. اول ربع ساعه طبعا انا مش فايق، لان انا كنت بلعب هنا، فجاه بقيت بلعب هنا في نفس السنه يعني، فجاه نازل بروح المدرجات اللي اليمين ما بروحش الشمال، و لابس ابيض ومش واعي والله اول ماتش. فالموضوع بقيت مش فاهم يعني، الموضوع كان بالنسبه لي عامل شوك كده. فاول ربع ساعه ما كنتش شايف بصراحه، ما كنتش شايف، وبحمد ربنا ان الكابتن ابو رجيله صبر عليا الربع ساعه دي. انا جواني كلها شوط، وجواني كلها من بره من مسافات بعيده، عشان كنت مشهور ان انا بشوط كويس، فانا الحمد لله جواني كلها مؤثره وجوان حلوه يعني. بس الجون ده طبعا عزيز عليا عشان في ماتش قمه، وانت عارف ماتشات القمه مش ما بتعتمدش على مصر بس، اللي بالناس بتتفرج الشعب المصري بس، لا، الدول العربيه كلها بتتفرج. فانت اللي بيجيب جون في 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 في, في ماتش قمه بيقعد معاه مدى حياته، لغايه ولاد ولادك حتى بيفتكروك بيها. بس كنت عايز اطلع كل حاجه عشان اوري النادي اللي انت سبتني ليه، وعايز اطلع كل حاجه عشان اقول للزمالك انت كنت الثقه اللي اديتها لي عند محلها يعني. مهما كان اللاعب عظيم، لو دايما بيسجل في فريقك اكيد هتكرهه. اسال مثلا جماهير ريال مدريد عن ميسي. تخيل بقى ميسي كبر في برشلونه، سابوه وراح ريال مدريد، هيستقبلوه هناك ازاي كلاعبين وجمهور؟ حسام حسن كمان كان بعبع الزمالك، فيا ترى يوم ما قرر يلبس التيشيرت الابيض استقبلوه هناك ازاي؟ الكابتن حسام والكابتن ابراهيم لما جولنا كان في بعض الناس مرحبه، طبعا بعض تاني مش مرحب، لكون ان هم جايين من النادي الاهلي كنادي اهلي، لكن هم مش مختلفين على امكانياتهم يعني. في لعيب كان كبير موجود قال لك انا اول ما هيجي اعمل كذا واعمل كذا،
فاول ما جم اول واحد مسلم عليهم وكان ناقص يبصوا من بقهم يعني. احنا بقى ما كناش مش قادرين يعني مش قادرين من الضحك يعني. فبنقول لك يا ابني ده حسام ابراهيم. صامويل ايتو كان لاعب في ريال مدريد. سابوه بارادتهم ولفت الايام عشان يروح برشلونه وهناك يبدا رحله انتقام. يوم ما تثبت نفسك قدام فريقك القديم بيكون من احلى ايام حياتك. نجومنا اكيد فاهمين الاحساس ده كويس. كل ليلة أنامها أفتكر إن أنا ما كانش معايا فلوس، كنتش لاقي أكل، كنت بمشي على عكازات عشان أنام على الأكدية، أصحى أبذل أقصى ما عندي عشان أفرح الجماهير وألاقي فلوس وأسعد النادي اللي اختارني وأسعد أبويا تاني وأقدر أجيب عربية تاني وأقدر أتجوز تاني. كنت متعرض ساعتها في المباراة دي بالذات لهتافات جامدة جداً، الكذا مش عايزينه زيك زيينه. فاول ما نزلت ده كان زي ما بيقولوا ايه ردك انت بقى في الملعب. لما رديت في الملعب من الفرحه اكيد طبعا الناس كلها شافت الفرحه، انا ما كنتش عارف رايح فين، كنت طالع بره الاستاد. اول هدف ليا كان في حب مصر، كان ماتش طبعا لسداد ديون مصر. بعتنا مندوبين من عندنا من نادي الزمالك من لعيبه فاروق جعفر ومحمد صلاح ساعتها يروحوا لمصطفى عبده الخطيب يقولوا لهم خلينا نعملها ميكس يعني ستة من عندكم وستة من عندنا. فمصطفى عبده في اليوم ده قال لفاروق جعفر وجيه قال لنا في الاوضه لا رؤى احنا فرقتين نلعب ماتش جدي، ده الناس دافعه فلوس وعايزين نلعب ماتش جدي واي حد يكسب مفيش مشكله. احنا طبعا اتضايقنا لان احنا كنا عايزين مش اهلي وزمالك يبقى في شده وكده. في اخر ثلاث دقائق في دقيقه 87 الفاول ده المفروض انا اللي بشوط فاولات نادي الزمالك، فانا جيت اشوطه فمصطفى عبده جه قرب مني قال لي كابتن جمال بص يا جيمي بقى احنا ماتش خلاص قرب يخلص مش عايزين نبوظ الموضوع وده ماتش ودي وعايزين نطلع بقى حبايب وكده. قلت له طب بعد اذنك ابعد شويه. ما انا بقى افتكرت كلام فاروق قبل لا هنلعب وماتش جدي وكده. فروحت حاطط الكوره ورحت داخل شايطها جبتها جول، فكان جاي اول جول. وانا لما بجيب الجول دوت كنت طبعا اول جول اجيبه في النادي الاهلي. وفي ماتش بقى مش هيتنسي ابدا في حب مصر ودفاع ديون مصر. فكنت وانا بجري عندي تناقض عجيب جدا، افرح ولا ابكي؟ لكن في هتاف كان دايما على ما اتذكر وانا في الزمالك قبل بقى موضوع المشيان وكده لما ابتديت اجيب اجوان، فكانوا دايما يقولوا ايه يا مدفعيه والجمهور كله يقول يا اينو، فاهم؟ طبعا قلبت بقى وانا ماشي ولا مدفعيه ولا مش مدفعيه، قلبت بشتايم يعني. النادي الاهلي بقى طبعا يعني اوف مش عارف ايه، مش هينفع برضو نقول، بس كانوا برضو عشان يغزوا جمهور الزمالك يعني بعد جون الزمالك يعني. اقول عادي ولا مش هينفع نقول؟